هاي يا حلوين، للي يحب الغويص الليل يتابع طريقتنا اليوم. بصحن قصدير أحط بطاطس مشوية أو مقلية وشوية فلفل أسود وشوية ملح وشوية بابريكا حلوة، وأضيف عليها صوص. أنا أضفت صوص فرنسي، انتم ممكن تضيفوا اللي تحبوه، ممكن كاتشب ممكن مايونيز، وشريحتين جبنة، وجبنة موزاريلا الكمية اللي تحبونها. كل هذه الأشياء على الفرن من الأعلى فقط حتى تسيح الجبنة. بكيس نايلون أحط شيتوس العادي، طبعا ممكن تفضلوا الحار حطوا الحار، وأحاول أن أنا أفتفته أو أكسره. الآن أطلع البطاطس من الفرن، صحت معانا الجبنة، وراح أضيف الشيتوس المفروم. كمان الكمية اللي تحبونها، ولغويصنا جاهزة للأكل، يقدم مع عصير. وأنا فضلت أني أجربها مع فنتو، شراب رمضان المفضل. حطيت الثلج وبعدها العصير، طعم البطاطس كان حلو، جربوا وبالعافية عليكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل لايك وفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل جديد من طبخاتي. وبالهنا والعافية، وإلى اللقاء.